شوقو ريد، حلقة جديدة إن شاء الله يا رب تستمتعوا بها. واحدة من الألحان اللي تغنى بها الكاشي، فيها ما كثير عنده على مستوى تجربته على حد علمي، يعني اللي هو إيقاع السيرة في غنى الكاشي بشكل عام ما بنلقى منه كثير إلا نماذج. وبرضه ثاني أنا حاظل أشكر عماد على الحاجة دي، إنه كل مرة يطلع لنا واحدة من النماذج المهمة جدا تغنى بها الراحل المقيم ابراهيم الكاشف. وده برضه ينم عن عبقريه الكاشف انه ينوع في طريقه الالحان. بالضروره لازم يكون في سيره، يعني ما ينفع فنان ما يغني سيره. اي فنان سوداني سواء كان شاب او كبير او غيره تغنوا بايقاع السيره، باعتبار انه الايقاع تقريبا معظم المكونات الثقافيه الموجوده في السودان هي تطرب وترقص عليه، يعني ايقاع السيره هذا تحديدا. فحنشوف نموذج الليلة، موضوع حلقة اليوم أغنية السيرة عند الراحل المقيم إبراهيم الكاشف. لكن أنا حرحب جدا بأستاذنا عز الدين أحمد المصطفى، موجود معنا. مساء الخير عليك. الله يبارك فيك. تسلم يا رب. مساء الخير عليك يا عماد. بعد شوية حنجيك في موضوع السيرة وما السيرة ده. لكن يعني نحن اشتغلنا حلقات في هذا البرنامج، لكن أنا لاحظت حاجة اللي هو التنوع الشعر اللي تعامل معاهم الراحل المقيم إبراهيم الكاشف. يعني عبيد عبد الرحمن، عبد الرحمن الرياح، علي المساح، زي قبل شوية أبو الروس، يعني نوع في طريقة النصوص يعني. نعم. وتخيل لي ذكاء فنان، لأنه بنسمع بالثنائيات، إنه فلان عمل ثنائية وبكونوا مع بعض لفترة طويلة جدا يعني إلى أن يندثروا الاثنين، لكن الكاشف نوع في الشعر. والله الكاشف برضو عنده ثنائية. حمد المصطفى عنده ثنائية. نعم. اسماعيل حسين عنده ثنائية. صحيح. عز داود ما عنده ثنائية مع شاعر معين، لكن عنده ثنائية مع الملحن. صحيح. ف لكن نوعه، لأنه الكاشف جل أغنياته من كلمات عبد الرحمن. عبد الرحمن. صحيح. وهو طبعا الثنائية ما بتجي بالاختيار، بتجي بالصدف مرات. الظرف المكاني نعم بيساعد مرات في انه الشاعر يتواجد امام يكون صاحبه مثلا. صحيح. وعارف دواخله وعارف نعم. حياته وقصصه. عشان كده زي حسن عوض ابو العيل واحمد مصطفى مثلا. نعم. زي حسين بازرع واسماعيل حسين. اسماعيل حسين نعم. زي الكاشف وعبيد عبد الرحمن. فضل الله محمد الامين مثلا. وهكذا. نعم. والكاشف كل الفنانين كانوا بياخذوا من شعراء اخرين غير الشخص ذو الثنائيه. يعني والد اخذ 39 شاعر. 39 شاعر. نعم. الكاشف عنده برضه مجموعه كبيره جدا من الشعراء. صحيح. عثمان حسين عنده كذلك. يعني لكن بيكون في واحد عنده نصيب الاسد. صحيح. اللي هو بيسمى وبيوصف بالثنائيه معه. صحيح. انا ليه قلت الذكاء؟ لانه كان ممكن نستمر مع الواحد ده بس. والله مرات الواحد ده بينضب يعني انت ما هو لازم تنوع. اي ما هو بينضب ما مرات يكون في موضوع معين. مهم في رايك انه الفنان لازم ينوع في الشعراء؟ مهم الحاجه دي؟ نعم، لأنه كل شاعر بيكتب بنفس معين. صحيح. والنفس المعين ده قد يحكم الملحن بعدين بأنه يكتب يلحن بأسلوب معين، لأنه الشاعر هو الذي يضع الإيقاع ما بيضع الملحن. صحيح. لأنه البيت اللي بيكتبه الشاعر نعم طول البيت وقصره وكده هو اللي بيحدد اللحن يكون شكله كيف. ده هيقودني لسؤال مهم خلاص نعم. وأتمنى هيقودني لسؤال مهم وأنا دايما برضه إجابة تكون صريحة وواضحة بحجم السؤال. نعم. في أجيالنا الأسه بتغني دي يعني، وانا واحد منهم طبعا بطبيعه الحال، بيمشي الفنان لشاعر محيي معين. أيوة. حلنجي مثلا. اي نعم. فهو بكون خاطي في راسه بانه اذا حلنجي كتب لي انا حعبره، باعتبار انه حلنجي كتب لي محمد الامين، كتب لي منو، كتب لي منو. بيكون مرات الكلمه اللي بيقولها حلنجي او بيكتبها حلنجي ما بتتوافق مع صوته او مع طريقه غناه، لكن كسر رقبه لازم حلنجي يكتب له ويظل يلاحقه. نعم. وكثير جدا في قصايد ماتت بسبب سوء الاداء وبسبب سوء اختيار الصوت المفترض يغنيها. نعم. الحاجه دي حاصله بالمناسبه. يقول لك انا كتب لي فلان. ايوه بالضبط. هي اللي شوف حكايه وصولك الى المستمع. انا حسب رايي الشخصي طيب كزول في المجال كمغني وملحن وكذا، انا بقول اللحن هو الذي يسوق الشاعر والمؤدي.
نعم. اللحن يعني ملحن مختلف من الاثنين. نعم. يعني انا بعرف في الاذاعه في كميه من القصائد نظمها جميل جدا ومضامينها جميله. نعم. لكن الحانه ما كويسه ماتت باللحن ما لقت عندها. وفي نفس الوقت اللحن اللي يكون جميل بوصل الكلام الهابط صحيح. يبقى اذا اللحن هو السينير يعني الملحن هو المؤثر هو الرابط. اي يعني مساله الكلام ومساله الصوت الجميل ما قضيه، القضيه الملحن. نعم. يعني في ناس فنانين ممتازين جدا اصواتهم جميله وعندهم غنى معروف لكن قاموا لح يعني غنوا اغنيات لحن كان تعبان عشان كده ماتت. ليش؟ لانه اللحن هو المسؤول من توصيل الاثنين. ده كلام مهم والله، ده كلام مهم جدا. عماد انا قبل في المقدمه قلت انه والكاشف في السيره ما كثير، وانت زول طبعا متابع لمسيره الراحل المقيم ابراهيم الكاشف، صحيح كلامي اللي انا قلته ده؟ والله صحيح، لانه انا شخصيا ما سمحت إيقاع بتاع السيره لاغنيه غير اغنيه الحغنية قد تكون في اغنيه اغنيتين ما احتمال لكن اغنيه فراق حبي. نعم. دي الاغنيه الوحيده اللي انا سمحتها للكاشف. نعم. بإيقاع السيره. نعم. انا سمعتها الليله في بروفو لاول. نعم. مره والله. نعم. حقيقه يعني. آي. طيب نسمعها ونسمعها للناس. تمام اسمع.
يا هادي ونجم يا ساري، الليل يا هادي ونجم يا ساري، حليل سمرنا وحليل سماري، حليل مغنانا وحليل زماري، حليل وما بيها وماهم حراقة وكاس الشوق دوام دفاق دوام يمسح دمعة المدراق يراك حبي قلبي ولا ناري حرق قلبي وزاد إحساسي في قلبي ولا ناري حرق قلبي وزاد إحساسي فراق حبي قلبي ولا ناري حرق قلبي وزاد إحساسي فراق حبي قلبي ولا ناري حرق قلبي وزاد إحساسي شكرا شباب يا اخ، شكرا، تسلموا تسلموا تسلموا، هايلين هايلين تسلموا، شكرا يديك العافيه، دي كانت تجربه الكاشف في غنى السيرة او ايقاع السيرة بالتحديد يعني. شكرا استاذ عز الدين لحضورك معنا في هذه الحلقات للتوثيق، وبيقولوا احسن تشيل الكلام من المصدر. نعم. تحديدا يعني، وانت لسان حال الوالد الحاجه سمعتها بتقول لنا، ونحن قصدنا انه تكون معنا في بعض الحلقات للتوثيق المهم، وعشان ما نقول كلام ساي بعد ثاني، ما افضل اقول كلام ساي اصلا. اي كلام لازم يكون بالتوثيق. شكرا جزيلا، الله يكرمك في كل مكان، يديكم العافيه. شكرا جزيلا لحسن المشاهده، غدا ان شاء الله يوم جديد بالشوق والريد، خلوا بالكم من رحمه.